Wunderbares Tor, wir sind froh, dass wir 4-0 gewonnen haben. سعيد جدا طبعا، عملنا ماتش كويس جدا النهارده، عملنا فيه كل حاجه متكلمين فيها، مسيطرين على المباراه من الشوط الاولاني، جبنا جوان جميله جدا الشوط الاولاني، ثلاث جوان، جولين من كور ثابته متمرنين عليها، عملنا كل حاجه في الكوره الشوط الاولاني، الشوط الثاني نازلين متحكمين في الماتش بشكل تام، وفي النهايه قدرنا كمان نجيب جون رابع حلو جدا، الكوره بتلعب في العمق، بتلعب مره واحده في الجون. عملت تغييرات النهارده مره واحده عشان خاطر ابدا ان احنا مع ضغط الماتشات الكبير اللي عندنا في الفتره دي، ان ما اقدرش ان انا احمل على اللعيبه ان كله يلعب 90 دقيقه طول الوقت، فلازم اعمل تغييرات عشان خاطر اقدر ان انا اتعامل مع ضغط الماتشات اللي احنا فيه. في النهايه سعيد جدا بالفوز بالرباعيه. هو كان قراري ان طاهر هو اللي يشوط، لان انا مش بحب ان اللاعب اللي اتعمل عليه الفاول او اتعمل عليه ضربه الجزاء ان هو اللي يشوط، عاده دي ما بتبقاش كويسه، فده كان قراري وانا بتحمل نتيجه قراري ان طاهر هو اللي يشوط. طاهر عمل ماتش كبير جدا النهارده. Das letzte, ja, dann einen herrlichen Ball gespielt auf West und der konnte das so schießen. Ja, war gute Leistung. النهارده طاهر عمل ماتش كويس جدا، احرز هدف، الاسيست عمله بتاع الجون الرابع عمله حلو قوي لوسام، فاعتقد النهارده طاهر النهارده في المجمل عمل ماتش كويس قوي. Sind wir froh, dass das heute mit diesem Ergebnis gut gelungen ist. انا بقالي دلوقتي تقريبا سنتين في مصر، والسنتين حصل فيهم نفس السيناريو، دوري الابطال بيخلص وبعدين نبدا نلعب ماتشات الدوري بكثافه بعد بطوله افريقيا، والسنه دي الموضوع بقى اعنف واكبر لان ضغط الماتشات اكبر بكتير. وجود ضغط كمان ماتشات كبير كده بالعدد ده وبالكثافه دي بعد بطوله افريقيا، ده في صعوبه كبيره جدا ما حدش قادر يقدرها، ان احنا نلعب كل ثلاث ايام ماتش، ده في صعوبه كبيره جدا، ان انت اللعيب بيلعب الماتش ثاني يوم بيعمل استشفاء وبعدين تمرين هي قبل المباراه وبعدين تنزل تلعب ماتش، ما بيبقاش في وقت كافي ان انت تصلح اخطاء او ان انت تتمرن مع لعيبه كتير او تحمل عليهم بدنيا او حتى ذهنيا. الكور الثابته بنحاول نحسنها في الاوقات دي، بس ما عندكش الوقت الكافي ان انت تعلي جودتها اكتر من كده، فمع ضغط الماتشات دي بتحاول ان انت تشتغل مع لعيبه فردي وجماعي قدر الامكان، ازاي ان هم يستنفروا كل اللي عندهم، محاضرات نفسيه، محاضرات ذهنيه، محاضرات فنيه، عشان تقدر توصل باللعيبه لاعلى مستوى ممكن رغم كل الضغوط دي ورغم كل ده. لغايه دلوقتي قادرين ان احنا مع الروتيشن اللي احنا بنعمله، لانك ما تقدرش برضو تلعب بمجموعه واحده بس كل الماتشات والا هيقعوا منك بعد فتره قليله، فلازم بتعمل تدوير، التدوير ده مهم عشان اقدر ان انا اكمل بدني وذهني مع اللعيبه، وبتبقى كله محسوب، بتقعد كل ماتش تفكر وبتعمل خطه لمدى بعيد ومدى قصير وتقعد تغير فيها كل يوم عشان تقدر ان انت تعدي ماتش بماتش ومرحله بمرحله من غير ما يبقى فيه اصابات، من غير ما يبقى فيه ارهاق ذهني وبدني ونفسي. قادرين نعمل ده، واللعيبه مساعدانا على ده جدا، انها بتستقبل، انها عايزه، عندهم رغبات، فده مساعدنا بنشتغل عليه وبنحاول. لغايه دلوقتي ماشيين كويس، لان احنا عندنا طموح للفوز بالدوري بشكل كبير جدا، فبنحارب عليه ومستمرين وربنا يسهل. طبعا مودست مشي، لكن كهربا موضوع مش موضوع للابد، ولا موضوع هيطول، موضوع مؤقت، وبالتالي ان هو هيرجع. لغايه ده عندنا الحمد لله قائمه كبيره، عندنا لعيبه معانا وعندنا لعيبه بتتمرن في النادي النهارده اللي هم بنسميهم مستبعدين، كل دول في حساباتي. سيبونا نشوف كده هنقدر نعمل ايه ونفاجئكم ازاي الماتشات الجايه.